ولا كأن حاجة حصلت. ولو سألت جيتي ليه قولي له ماما سمعت صوتها تعبانة شوية فاطمنت عليها. ماما انا مش طايقة نفسي، ولو عليا عايزة امسكه بإيديا دول واقتله. تقتلي ايه وبتاع ايه؟ ما يعرف واحدة ولا مية حتى، احنا اللي يهمنا اللي وراه. ليه؟ هو كان ماسك عليا زلة مثلا. عادي يعني، كل الرجالة كده. هتقولي له أنا زعلانة ومتضايقة واللي عملته ده شيء شنيع وما ينفعش، وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هتطلق. هتكسبي إيه من ورا الطلاق؟ مش هسيب حقي. اللي هتاخديه من الجوازة أكتر بكتير من اللي هتاخديه من ورا الطلاق. عزت باشا مبسوط منك قوي. ولما هو مبسوط مني قوي ليه مش عايز يشوفني لغايه دلوقتي؟ يعني انت لسه ما بينتش اماره. الله، ازاي يا معلم تقول كده؟ ازاي تقول ما بينتش اماره؟ ده انا جايب الفلوس قبل ميعادها. لا، الاماره في التوزيع، يعني اللي تاخده هتبيعه في قد ايه. نحب الميه تجري على طول. الميه هتجري على طول ان شاء الله. اما نشوف. عموما انا كلمت متولي وفهمته على الفول، بس حابب اعيد الكلام معاك عشان انا عايز الكلام يبقى مني ليك على طول. الواد متولي جدع وكل حاجه، بس انت دخلت دماغي. ليأخد اكتر من شريتين من دول بالنسبه لنا تاجر جمل، يعني تسجل اسم. ماشي يا عسل؟ اشطب العسل يا معلم. حبايه بخمسه، الشريط ب50، في القطاع الحبايه ب10 والشريط ب100. والتوزيع يا معلم؟ صعيد مالكش دعوه بيه خالص، ده مقفول ومتكرتن على اصحابه. بالنسبه للبحري بقى انا هفهمك تعمل ايه. يا معلم انا عايز ابقى شغال براحتي، انا عايز اوزع في المكان اللي يعجبني. لا، انت فاكر الحكايه كده بالمزاج وسهله ولا ايه؟ اهدى بس انت كده، امسك احد وزع الحتة دي وبقول لي رأيك. من يد من يعدم هشة يا معلم. حاجة علاقة. خليه يخش. لا تمام. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بلح. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت؟ الواد ده سرقني يا باشا. نفسي يا ايدك، انت بتعمل ايه؟ يا ابني عارف انك ترفع مسدسك هنا؟ دي ليها حساب تاني معايا يا بلح. يا باشا انت بتعرف ولا كلمه؟ واقعد يا بلح. حاضر يا باشا. حاضر. اقعد يا احمد. اتفضل. عشان نخلص من الليله دي لازم النفوس تتصافى. ما تنسوش ان احنا عيله واحده. مش هعرف ان بلح شغال معاك يا معلم. بلح شغال نقال مش اكتر. وبعدين بيقول انك سرقت. ما حصلش يا كبير. لا حصل. يعني يا معلم يعني ياخدنا مشوار من غير ما يقول لنا اوله من اخره، ياخدنا على عمانه كده يا معلم؟ ده كان هيلبسنا. عندك حق يا معلم، ده احنا لو عملنا قعده عرض ده ناخد اكتر من اللي انا خدته منه. بس انت خدت حقك بطريقه مش مرضيه. اعمل ايه يعني يا معلم؟ اعمل ايه؟ كان واخدنا على عمانه، كان فاكرنا لقمه سهله. وانت يا بلحة يا باشا، الواد ده ما يتضمنش وشغله معانا خطر. ده معفن قوي يا باشا. اسكت انت خالص. خلاص. وانت يا احمد قوم انت دلوقتي، وانا هتصل بيك واقول لك هتستلم ازاي وتوزع ازاي. اتفضل يا احمد. يا باشا ولا كلمه. اما عيل زي ده يلدعك على قفاك يبقى لازم تاخد القفا كله عشان تفوق وتصحصح. بعدين انا محتاج له. انا هبني يا باشا، انا هبني. كنت عيب عليك تقول كلام زي ده يا بلح، انت عبيط ولا ايه؟ انت عارف ان خروجه من السجن سليم في مصلحته مش في مصلحتك انت. بعدين عزت باشا بقى قال لي بلح ده ما يلزمناش في الشغل، بس انا اتحايلت عليه وقلت له يديك فرصه تانيه. ايه الاخبار؟ Thank you.
وعارفه كويس قوي انا بقول ايه. حنان ابعتي له لؤي بسرعه. استاذ لؤي، استاذ مدحت عايزك بسرعه لو سمحت. امشي اطلعي بره وخليكي على مكتبك. يلا لؤي، البنت اللي اسمها مروه دي ما اشوفش وشها في الشركه هنا تاني، انت فاهم؟ تحت امرك. وعايزها تتبهدل وتيجي لحد مكتبي هنا وتقول حق برقبتي. ايه ده بس سعادتك؟ ايه ده بس؟ ايه اللي حصل؟ انا تسيبني وتمشي من غير ما تقول؟ انا هيتعني؟ لا. طب ممكن تهدى؟ تهدى وكل شيء هيتحل. تعمل اللي بقول لك عليه. يا باشا مروه دي بنت غلبانه واكيد هتعرف غلطها وتيجي تعتذر لسعادتك. قلت لك تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. يا ريماس تعالي لي في مكتب مدحت بيه حالا. هو ايه اللي حصل؟ انت مش ملاحظه انك بقيتي تسالي كتير؟ انا اسفه. التسليل البنت صاحبتك دي خليها تتكلمني دلوقتي. اهلا اهلا يا ريماس. انا كلمت الاستاذ مدحت عشان تبقي معانا في العرض الجديد. ايه ده بجد؟ ميرسي. يلا خش اشكريه بنفسك. اوكي ثانك يو. مع الف سلامه. باي باي يا روحي. اقفلي الباب كويس يا ريماس. أظن واضح إن ريماس دلوقتي في الاجتماع عشان تعرف الأمور بتاعة العرض اللي جاي. مش عايزين تليفونات، مش عايزين مقابلات، مش عايزين إنهم فاتحين الباب. وآه سوري ما خدتش بالي والجو الرخيص بتاعكوا ده. ماشي يا حبيبتي؟ سي يو. يخرب بيتك يا لولو. إيه اللي حصل؟ عملت محضر. بس أنا شايفة إن يعني ده صعب قوي على الطفل وعلى نفسيته. وصعب عليا أنا كمان. بس أنا من حق أشوف ابني. من حق أشوفه حتى لو مرة واحدة في الأسبوع. وحقك فعلاً، بس مفيش أي حل غير ده؟ لا مفيش. مالك في إيه؟ لا مفيش حاجة، أنا كويس، تعبان شوية بس. طيب تحب نروح في حتة يعني نقعد فيها تستريح شوية؟ ماشي. تعالى نشرب حاجة دافية كده وهدي نفسي. ان شاء الله كل حاجة تتحل. يا رب. يا باشا أنا عايز أقول لسعادتك إن اللي بيحصل ده حرام. البني أنت توافقيني يا أخي. ده قانون وإحنا بننفذ القانون. أيوه بس الرحمة فوق القانون، ما تدوهم فرصة. أنا آسف جدا، ده مش اختصاصي. استغفر الله العظيم. في لا مفيش، بس هما أصلهم شمعوا الشقة بتاعتكوا عشان الفلوس اللي عليكوا للبنك يعني. نعم. وبعدين هو ايه اللي مفيش رحمه؟ الله يرحمك يا حاج عبد العزيز، المفروض كان اعمل حساب اليوم ده. كاميليا انت على طول قافله تليفونك كده. مالك؟ لا مفيش، بس مش عارف تعبان شويه كده. طب تحب اروحك؟ لا انا بقى كويس، انا عارف نفسي. مجدي حاول تحل المسألة دي يعني مع ابنك ومراتك بعيداً عن المحاكم والإقسام. حاولت وما نفعش والله. طب ما تحاول تاني. انت ما تعرفيش انا عملت ايه علشان انجح العلاقة دي. وبعدين انت ما تعرفيش هي سابتني ليه. يعني لو حابب تقول قول. اتفضل. بقول لك ايه؟ ايوه. اي حد يسال عليا يقولهم انا مش موجوده. تحت امرك. خلاص امشي انت. شكرا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ أمر حضرتك. ايه ده؟ هو في حاجة غلط؟ هو في حاجة صح؟ مين اللي قالك ان البضاعة تخرج بالسعر ده؟ أستاذ مروان والله. هو فين؟ في مكتبه. وانتوا مالكوا في ايه؟ كل واحد يقعد على مكتبه. الله، دي حاجة حلوة قوي والله. أجيب لكم اتنين ليمون وشجرة عشان القعدة تبقى مور رومانتك؟
ايتن ملوش لازمه الكلام ده. لا له لازمه، له لازمه اني لو غبت عن الشركه يوم واحد الدنيا بتتقلب. هو انت رجعتي بسرعه كده ليه؟ هو في حد في الدنيا ينزل تاني يوم جواز؟ لا معلش والله دي حاجه تخصني مالكش فيها. ممكن افهم ايه ده؟ انا فاكر جاي عشان تشكريني. اشكرك على ايه بقى؟ معلش اختك عصبيه اصلها مش واخده بالها. على فكره الخصم ده معمول عشان خاطرك انت. ازاي يعني؟ ما البضاعه دي طالعه لمنى اختك، وانا مستحيل اعمل الخصم ده الا لحد يعني مهم قوي زيك او زي ميرا طبعا. طب الموضوع ده هيتلغي ليه يا ايت؟ عشان الشركه ليها قوانينها، ليها سياسه الكل لازم يمشي عليه، واللي حصل ده مش مظبوط. ايوه بس هي هتبيع بنفس سعر الشركه. اه بس احنا عندنا مندوبنا وعندنا منافذ البيع بتاعتنا، مش محتاجين اي حد والله. ايوه بس دي اختك على فكره. بقول لك ايه، انا ماليش اخوات، وانت لو ما بطلتيش النغمه دي اعتبري نفسك انت كمان مش اختي. على فكره بقى اختك دي لو ما لقيتش حد تكرهه هتكره نفسها. هو كويس الحمد لله دلوقتي. طب هو ايه اللي حصل؟ مش فاهم اي حاجه. مجد دماغه ناشفه شويه ما بيسمعش الكلام، لازم يعمل جلسه الغسيل في ميعادها ما تتاخرش يوم واحد. غسيل ايه بالظبط؟ غسيل كلى. كلى؟ ليه؟ مجد عنده فشل كلوي ولسه مخلص جلسه الغسيل حالا. بعد اذنك.